وكأنني أذكر هنا أنني وصلت نهاية 2008 إلى عمان طالبا في كلية العلوم الشرعية، ودخلت في سنة التأسيسية الخاصة بغير الناطقين باللغة العربية، وبدأت الحياة العلمية من عمان من كلية العلوم الشرعية، فوجدت من طلاب العمانيين وأساتذة العمانيين حنانا وشفقة ومحبة ورحمة وتعاونا عظيما. وبعد مرور من الشهور الأولى التي قضيتها في رحاب كلية العلوم الشرعية وساحة السكن الداخلي، بعد مرور من الشهور الأولى أيقنت أن الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، أيقنت أن هذا الحديث يصدق تماما على أهل عمان حتى يومنا هذا، على أخلاقهم وحسن تصرفهم ومعاملاتهم الطيبة. ولم نحس شيئا سلبيا لا من أحد من الطلاب ولا من أحد من الأساتذة في تلك الفترة الزمنية الطلابية الأولى حتى يومنا هذا. ولو كنا في تلك الفترة الزمنية الطلابية الأولى مختلفين في المسلك والملبس والمشرب والمأكل والموطن، ولكن وجدت كما عجب حتى يومي هذا من أهل عمان أخلاقا عالية وشمائل حلوة ومكارم جميلة وقلوبا صافية ووجوها مشرقة. ومن الذي زار عمان ولو مرة واحدة في حياته أشاد بأخلاق أهل عمان وحسن تصرفهم ومعاملاتهم الطيبة؟ فمتأثرا بهذه الأمور كتبت هذا المبحث وأردت أن أعرف تاريخ عمان في شبه القارة الهندية وأخلاق أهل عمان، كما كتبت من قبل في رسالة صغيرة اسمها إليك مني يا عمان. وحق لي أن أقول لأهل عمان وخاصة لمن يتشرفون بالجلوس في هذا المسجد المبارك الميمون لإصغاء هذه المحاضرة، حق لي أن أقول لهم بلسان شاعر عربي